استغفر الله العلي العظيم. اجلك يا ابو سليم رجلك انصابت بالقصف، بس الحمد لله انك نفدت وكل شيء بهون صدقني. الحمد لله الله تلطف فينا. بس يا ابو مصطفى انا كرهان حالي، كرهان حالي من قعده البيت. ما في ابشع من قعده البيت على الرجال، ما عم لاقي شغله تواتيني. انا بالاساس شغلتي بالطينه، بس رجلي ما بتساعدني اشتغل بالطينه هلا. خليها لربك. شكوى لغير الله مزله يا ابو مصطفى، مزله. اي والله عمي. طيب ابو سليم شو رايك يعني تشتغل عندي بالقهوه تساعده لعيده، وبس حسيت حالك تعبان اقعد دغري هون بالقهوه؟ يا عمي بالقهوه شغل مو عيب. شو قلت؟ ايه بيصير، مو غلط عمي بيصير. ورا اعطيك بالجمعه نص ورقه. نص ورقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اتكل على الله عمي. خلص تكل عمي، وبكره الصبح تعال على شغلك وما بيكون خاطرك غير طيب. بالاذن. مهون يا ابو سليم. السلام عليكم. عيدو هات لي نار. عيدو ايدك مهني. النار الاحلى مهني. وطي صوتك. فوتوا بلش حفر بعير اوضة. ليش يعني بهي الاوضه؟ ليش ما نبلش عن البحر؟ لك انا قلبي محسسني انه لطميره في هي الاوضه. وفرجي قلبك كان غلطان يا بعجي. ايه معلش بنحفر بغير مكان. شو؟ لك ايش بنا؟ يلا فوتوا خلصني. يلا. لك ايش بهاك؟ رايح يقابل واحد من رفقاته الضباط الفرنسيين. خير ان شاء الله. تشرب قهوه؟ هي صح لي اشرب قهوه معك وقول لا. ايه انا كل جيتي لك احل عيوني بشوفتك. شو ما فيني بعد عنك طول النهار يا مو. لك تقبر قلبي ما اغلاك انت. خيزران يا خيزران. مريني يا خانم. عملي معروف ساوي لنا فنجان قهوه لفخري. ايه على راسي يا بيك. سلم راسك. ايه يامو، بما انه لحالنا شو رايك جوزك هيك عروس حلوه وسكنك انت وياها هون عندي؟ مو بكير يامو، بعدين انا قلت لك حابب اسكن لوحدي. ايه لا مو بكير، هلا بقى ايمتى انا بدي اشوف ولادك؟ وبدك تعمل حسابك انه بدك تسكن هون معي، انا ما بقدر بعد عنك ولا يوم، وطالما البيت واسع وكبير شو عليه؟ بصير خير يامو بصير خير، نحكي بموضوع السكنه بعدين. طيب مثل ما بدك. يا بس على مهل بتنقايتها يا مو، بدي اياها كامله مكمله. ها مثلك ولا يهمك تقبرني. ايه بتعرف تنقايات امك، مو حيالله وحده بتعجبني. بكره رايحه اشوف في عيله هيك من مستوانا، في عندهم بنت بتطير العقل كتر مو حلوه، بس ان شاء الله ما تكون انطلبت.
ان شاء الله يا امو ان شاء الله خير. بدي افرح منك تقبرني. الله يخلي لي اياكي. يا جماعه انا منيحه، لا تقلقوا علي، بس والله والله جيتكم عزيزه وغالي علي يا ام رسمي. تسلمي تسلمي يا وسيله، لا تنسي انه نحن اهل، فوق منا مقصرين معك. يا حبيبة قلبي يا أم عزام، والله أنت بتستاهلي كل خير، ونحن من محبتنا الزايدة عم نجي نزورها، وأنت يا أم رسمي عليم الله عليم الله بحبك من صمصومة قلبي، لأنك معدلة وكابر وصاحبة واجب. إيه والله تسلمي لي تسلمي لي، والله أنت فيك البركة أنت ومسليم. الله يبارك فيك ويخليك يا حبيبي. الله يسلمك يا رب. مديحة طمنينا عنك، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله أنا من الله بألف خير، وكتير كتير مبسوطة بهالجمعة الحلوة. مديحة صايرة بيتوتية كتير، يعني بدي أعمل لها عزيمة لتطلع برات البيت. يا ستي كل الوقت حاملة هم شغل البيت. البركة ببناتك أمينة ونبيلة، ما شاء الله عنهم صاروا صبايا. لك سعي ليش ما جبتيهم معي؟ خلص إن شاء الله الجايات أكتر من الرايحات. إن شاء الله. أم عزام لو بدي أتساءل عليكي، صار شي مع أبو عزام بملاقات البيت إلي ولا جوزي؟ مشان الله لا تواخذينا يا أم سليم، والله بعرف إنه نحن مقصرين، بس يعني مثل ما لك شايفة هم الحارة ومشاكلها كله على رأس أبو عزام، لك حتى ما عم يفضى ينزل على شغله. بس خلص وعد من كل بد اليوم المساء لح أرجع أفتح معه هذا الموضوع. تسلمي لي يا رب. أي والله عم تحكي مزبوط، المختار وأبو عزام حاملين هم كبير، مشاكل الحارة كتير كترانة وكل يوم في مشكلة. الله وكيلكم، المختار عم يرجع البيت تلفان. بعين الله يا عم رسمي بعين الله، لك الله يوفقهم ويسر أمورهم كيف ما اتجهوا. الله أعلم شو كان صار فينا لولاهم بهالحارة. صح. هدية هدية هدية. شو أبو نحلة؟ لقيت شي؟ شو لقيت؟ ما عم يطلع لي غير البواري، هيك البوري عم تطلع يا أدري. لك ليش وقفت الحفر إذا ما لقيت شي؟ تعبت، تعبت كثير، شو عملت بحالي يعني؟ بعدين بيني وبينك خايف، خايف الجيران يحسوا على صوت الحفر ويعملونا قصة. إي شو يعني؟ ما حدا قالوا عنا شي. شلون يعني ما حدا قالوا عنا؟ هات بإيدي شو يعني ما حدا قالوا عنا؟ أصلاً بيتنا وبيتنا. إذا حدا حس ودقوا علينا الباب مننكر، منقول لهم هذا الصوت مو من عنا، ونحن اساسا مزعوجين من صوت الحفر هاد. شلوني معك؟ منيح. ما اواكي الله لا يعجبني بين ايديك، بتعزنيني عزن. لك روح وكمل الحفر مشان ما اعجنك. يلا عزن بسرعه. حاضر. هاي صار الدنيا ليل وما رجعوا، لأيمتى بدنا نضل نستنى؟ يا مو يمكن ما يجي اليوم، بركي لبكرة. أكيد بكرة يا مو، خلص ما تقلقي. الله لا يوفقك يا فتحي أنت ودهباتك، منين طلعنا؟ هذا آخر العمر خرب لنا عيشتنا. يا مو معقول عمي نزار كان معه 3000 ذهبة؟ إيه والله كتار، كيف قدر يجمعهم؟ يعني جمعهم من عرق جبينه وأنت الثانية؟ عمكم نزار كان رئيس الكراكون من زمان قبل ما تخلقوا انتوا الاثنين، وجمع مال من منصبه ليوم المال. اكيد مال حرام، ما في حدا بيقدر يجمع هيك ثروه من عرق جبينه. لهيك خباهم بالبيت وطلع هريبه مثل ما قال ابي. ابوكي هيك بيقول قدامنا، بس قدام الناس بيقول انه عمكم نزار طلع من جونه مع العصم اللي، والناس مصدقة هالحكي. وليش أبي ليتستر عليه؟ يعني شو السبب؟ لأنه عمك لما هرب أبوكي ألف هالديباجة لحتى لما يسألوا عنه ما يكون أبوكي بوز المدفع. معناها عمي نزار كان عنده قصص ومشاكل وأبي مخبيها، ولا ليش لحتى يطلع هريبة من الحارة؟ ولك يضرب عمكن على ابن عمكن. أخ بس لو شوفوا قدامي
روحي شوفي مين ماسكك. مساء الخير يا ابو دحام. اهلين يا كبير، زارتنا البركه والله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. دخلك بدي اسالك. تفضل. هلا انت بالليل عم تضلك مصحصح هيك ولا عم تعمل لغفوه؟ اعوذ بالله، ما غمضت عيني بنوب ولا